التقرير من إعداد إسماعيل النعمان وقراءة هاجر بخكيك وتصوير ومونتاج لعبد الملك يميني. شوف المغرب فاسي ورجع. بعد 4 سنوات من الغياب عن قسم الأضواء يأمل المغرب الفاسي اليوم في تحقيق حلم الصعود لحاضرة الكبار ورسم نهاية سعيدة لمنافسات الموسم الكروي الحالي. وإلى حدود تعليق النشاط الكروي بالمملكة بصم ممثل العاصمة العلمية على مسار متميز ساقه لتبوؤ وصفة الترتيب في رسالة مشفرة لجميع أندية القسم الثاني، مفادها أن شمس المغرب الفاسي قد حان أوان بزوغها بعد سنوات من الأفول. بالنسبة لأول الموسم بداية الموسم كنا شفنا الماس أنه لعب على طلوع بحكم تبدل الرئيس، بانوا لنا جابوا لعابة جداد، بنت لنا الماس غادا في واحد المسار واخا كانت في البداية مع ذاك المدرب سامير ياعيش، ولكن واخا كانوا بعد تغارات في الفرقة كنا ديما تعادلات. من بعد ولينا كنشوفوا التحفيزات من الرئيس قلنا يمكن غادي يطلع فريق الماس. صراحه هو فريق كبير اللي شغنقول لك اللي ما طلقش لهاد الظروف اللي كيعيشها دابا من بعد ما وقعوا بزاف ديال التغارات بحكم انه تبدلوا المدرب، وهذا الشيء كيدل ان فريق الماس فهاد الازمه ديال الكورونا اللي هو تغير بزاف. وفي الوقت الذي كانت تصب فيه كل الامور لصالح الفريق الاصفر سارت رياح فيروس كورونا عكس ما تشتهيه السفينه الصفراء، حيث ركم زملاء البرقادي اخفاقا تلو الاخر بعد حصدهم لثلاث نقاط من اصل 12 ممكنه، الشيء الذي عجل برحيل المدرب الجعواني وتعويضه بعبد اللطيف جريندو كمشرف عام للفريق. وبدل الانصهار في قلب متراص خلف بوثقة منسجمة تهدف لدفع الفريق نحو حلم الصعود، فضلت بعض مكونات المغرب الفاسي الاصطياد في الماء العكر والحديث بلغة التشويش أملا منها في اقتناص هفوات الجهاز الإداري الحالي، والتي كان آخرها إصدار بيان استنكاري حول عدم قراءة سورة الفاتحة ترحما على روح الرئيس الأسبق محمد بن زاكور. مني عقلنا من 2010 حتى 2011 وديما المشاكل تابعين للماس، ها المسيرين ها المكتب ها اللعابه ما مخلصينش، عندنا ازمه ماليه. بالنسبه لهذا العام هذا قلنا بان الرئيس انه دايرين به شي وحدين ما باغينش يخليه يخدم، هذا الشيء اللي بان لنا على اول. ماشي كل شيء باغي يخدم في الصالح ديال الماس، لان الماس فريق كبير، وحنا تنقولوا لان اللي ما باغيش يخدم الماس واللي ما باغيش يزيد بالماس قدام ما عندنا ما نديروا به. صراحه انني كنشوف حاليا بان الماس كانت غادا في واحد الخط تصاعدي كبير، ولكن في هذه الاونه هذه في هذه الظرفيه اللي بقاو الماتشات غير تعادلات، هذا الشيء راه ما غاديش يدي شي نتيجه اللي غتخلينا نصعدوا للقسم الوطني الاول. وبين طموح الصعود واكراه التفرقه يسعى النمور للتكشير عن انيابهم رغبه منهم في الاستفاده من اخطاء الامس، وتفاديا لنسج خيوط قصه ملت الجماهير الفاسيه من سماعها قبل نهايه كل موسم. فهل سيتمكن ابناء عبد اللطيف جريندو من نحت أسمائهم بأحرف من إبريز، أم أن النمور سيفوتون الموعد قبل 4 خطوات من خط النهاية؟